يعطيكم العافية شباب وصبايا. اليوم عندنا درس جديد شابتر 11 اكسبرسيون الجبريك. بدنا نرجع نذكر، هيدا اخذينه نحن او بي سات او بي ويت، بس بدنا نرجع نذكر بكل تفاصيله الاسماء اهم شيء كيف بدي اشتغل على فيه. بريمير مون مونوم اونيكس، مين اللي بقول عنه مونوم اونيكس؟ هيدا الشكل موان 5 اكس 3، هيدا الشكل سابيل مونوم اون اكس، مونوم اون اكس. ليه؟ لانه ما في عندي غير اكس وحده، ما عندي غير اكس وحده. مثلا هيدا الشكل اللي هون موان 3 اكس 2 بلس اكس بلس 5، شفتوا كيف صار عندي؟ عندي في اكس او كاري وفي عندي اكس. سابيل كوا؟ سابيل بولينوم. سابيل كوا؟ سابيل بولينوم او اكسبرسيون الجبري. سابيل بولينوم. شو هو البولينوم؟ لكن سوم دو بليزيور مونوم، لكن هيدي مونوم وهيدي مونوم، سوم دو بليزيور مونوم سابيل كوا؟ بولينوم. لكن بالبدايه المونوم قلنا لك هو اللي عنده فاريابل واحد. شو معنى فاريابل واحد؟ اللي عنده ان كونيو وحده اكس. نحن بنرمز دائما للان كونيو باكس. ان كونيو يعني ما بعرفه، ما بعرف شو بيساوي. يعني مثلا هيدي الساين بعرفها، ساين موان ساين بعرفها، بس الاكس ما بعرف شو هو، شو الرقم اللي للاكس، معناتها ان كونيو. الان كونيو برمز له باكس، لكن بس يكون في عندي ان كونيو وحده، ان كونيو وحده او بالاحرى تيرم واحد سابيل كوا؟ مونوم. ها كم عندي تيرم؟ دو تيرم او تروا تيرم هو بالاساس، بس عندي دو تيرم فيهم اكس سابيل كوا؟ بولينوم. لكن اول شيء هيدا الشكل كلياته سوا سابيل كوا؟ سابيل مونوم. هيدي موان 5 اكس 3، الموان 5 سابيل كوا؟ كويفيسيون. سابيل كوا؟ كوفيسيون. لكن الموان 5 ملتبليه بار اكس، كي ملتبلي اكس سابيل كوا؟ كوفيسيون. الاكس سابيل كوا؟ سابيل فاريابل. لكن الفاريابل الانكوني اللي ما بعرفه، اكس اكسبوزون 3، اكسبوزون 3، 3 سي دوغري، 3 سابيل كوا؟ دوغري. دونك سو موان 5 اكس 3، موان 5 سي لو كوفيسيون دو فاريابل اكس، كوفيسيون دو فاريابل اكس دو دوغري 3، كوفيسيون دو فاريابل اكس دو دوغري 3. مونوم سومبلابل، لمين بقول مونوم سومبلابل؟ بيكون عندي دو تيرم دو ميم دوغري، موان 5 اكس 3، 3 اكس 3 سابيل كوا؟ مونوم سومبلابل. ليش سومبلابل؟ لانه عندهم ميم دوغري. ليش سومبلابل؟ لانه عندهم ميم دوغري، مثل التيرم سومبلابل اللي حنستعملها كثير. تيرم سومبلابل. نرجع لك البولينوم. سي كوا بولينوم؟ ان سوم دو بليزيور مونوم، ون سيمبول اللي على بي دو اكس ايغال، سيمبول اللي على بي دو اكس او كيو دو اكس. بس دائما بنكتب بي دو اكس ايغال موان 3 اكس 2 بلس اكس بلس 5. هيدا البولينوم بنقول عنه بولينوم دو دوغري 2. اكبر دوغري شو هي؟ اكبر دوغري هون عندي دوغري 2 دوغري 1، معناتها اكبر دوغري شو هي؟ دوغري 2. دونك بولينوم سابيل بولينوم دو دوغري 2، سابيل بولينوم دو دوغري 2 لانه اكبر دوغري موجود. اللي هيك بقول عن البولينوم لاكبر دوغري بنقول بولينوم دو دوغري 2. اول فكره ريدوير اي اوردوني. بولينوم P de x égale 2x5 plus 3 moins 2x5 plus x2 plus 4x moins 2x2 moins 3x plus 6. لكن برجع اتذكر كيف بدي ريدوير.
réduire ou réduit les termes semblables. Que veut dire réduire les termes semblables? J'ajoute ou je soustraire. Là, qu'elle réduit les termes semblables. J'ajoute ou je soustraire. Les coefficients du terme ou des termes semblables. هاي الجملة حفظينها من قبل مثل الدرس الماضي ريدوي لي تيرم سومبلاب جاجوت و جو سوستراير لي كوفيسيون دو تيرم سومبلاب مين تيرم سومبلاب بلش بأكبر دوغري أول دوغري يعني ها بنبلش حنقول ليك شو كاتب إيه أردني حبلش رتب فيهم الأردني يعني رتبهم كيف يعني رتبهم؟ يا من الدوغري الصغير للدوغري الكبير يا اما من الدوغري الكبير للدوغري الصغير بلش اول شيء حبلش انا بالدوغري الكبير 2x5 هيدي اول وحده 1 2x5 2x2 plus 4x مون 2x2 مون 3x ما في مثلهم جاجوت او جو سترير لي كوفيسيون ها شوف عندي الكوفيسيون بلس 2 ها شو الكوفيسيون مون 2 لايك الكوفيسيون plus 2 moins 2 plus 2 moins 2 c'est 0 معناتها هيدي الترم وهي الترم بيروح بيرجع الدوغري اللي بعد منه مين الدوغري اللي بعد منه عندي دوغري 2 دوغري 1 دوغري 2 دوغري 1 معناتها اكبر دوغري شو هي الدوغري 2 plus x2 moins 2 x2 j'ajoute je soustraire les coefficients شو الكوفيسيون لل x2 هون ما في عندها رقم معناتها plus 1 شو الكوفيسيون plus 1 لانه ما عندها رقم شو الكوفيسيون هون موان 2 1 موان 2 سي موان 1 1 موان 2 موان 1 دونك بي 2 اكس ايغال موان 1 اكس 2 بي 2 اكس ايغال موان 1 اكس 2 موان 1 اكس 2 1 ما بكتبها شو بعملها موان اكس 2 لكن موان 1 اكس 2 1 ما بكتبها تطلع موان اكس 2 دوغري اللي بعدها شوف عندي هيدي دوغري 1 وهيدي دوغري 1 معناتها هيدي هون 4x موان 3x جاجوت او جو سوستراير لي كوفيسيون ها عندي بلس 4 موان 3 بلس 4 موان 3 بلس 1x بلس 1x كمان ها نفس الحديث بلس 1 ما بكتبها بلس x مين بقى عندي بلس 3 رقم بدون x و بلس 6 كمان اونتي بدون x plus 6 و plus 3 plus 6 plus 3 c'est plus 9 donc polynôme p de x égale moins x2 s'appelle polynôme réduit polynôme réduit ليش بولينوم ريدوي؟ لأنه ما عاد عندي ولا ترم سومبلاب، ليش بنسميه بولينوم ريدوي؟ لأنه ما عاد عندي ترم سومبلاب، لهيك شو بسمي انا بولينوم ريدوي دو دوغري شو اكبر دوغري دوغري 2 دو دوغري لكن هون شو عملتو انا سولون لورد ديكروسونت من الكبير للصغير رتبته كيف رتبته سولون لورد ديكروسونت اما في عندي انا يا الاورد الكروسونت يا الاورد ديكروسونت دي كروسانت من الكبير للصغير كروسانت من الصغير للكبير لكن هون سولون لورد كروسانت هلا بنعمل اكزامبلات دغري عليا بي 2 اكس ايجال موان اكس 2 بلس اكس بلس 9 اورد كروسانت حنكتبها تحت منا اورد كروسانت دي كروسانت لانه من الكبير للصغير هلا بالقلب بي دو اكس او ايجال 9 بلس اكس موان اكس 2 هيدي اورد كروسانت
لكن هي ذاتها بس الترتيب اختلف. شو اللي فرق معي انا لما بقول عندنا اوردر كرواسونت معناتها من الصغير للكبير تصاعدي، كرواسونت تصاعدي من الصغير للكبير، بلش بالرقم اللي ما فيه اكس بلس الاكس دو بريمي ديجري مو اكس دو، هن ذاتهم التيرم شفتوهم، هن ذاتهم التيرم. بس شو عملت انا؟ مره رتبتهم من الدجري الكبير للدجري الصغير، يعني هون اوردر دي كرواسونت مع اللي اوردرني رتبهم اوردر دي كرواسونت اوردر كرواسونت بالارض الذكر والصمت، يعني ببلش من الدوغري الكبير، مين الدوغري الكبير؟ هي الاكس 2 بعدين اكس بعدين ما فيها اكس. اوردر كرواسونت من الصغير للكبير ببلش ببلد ما في اكس دوغري 1 دوغري 2. طب انا على التفصيل هيدول